بعض الناس لما يسألوني أشوف عنده هذا روحية إيمانية عرفانية جيدة، يقول لي شنو أطلب من الإمام الحسين؟ أنا جاي من البصرة، أنا جاي من إيران، أنا جاي من باكستان، من أماكن بعيدة مشي وشفت الصعوبات، الآن شفت الكبر، شو أطلب منه؟ أقول له قل للإمام الحسين سيدي ومولاي لكل زائر حق على المزور، أنا جيتك صار لي حق عليك، وأنت أصحاب الكرم وأصحاب النخوة وأنتم أهل البيت بيت الرحمة، يا أبا عبد الله جيتك زيارة ترد علي زيارة. زيارة بزيارة بس لم تترد علي، قلت لي أحتاجك، وقت اللي أنظر يمينا ويسارا ما حد يقدر يسعفني يساعدني، أهلي يبكون، الأطباء يأسوا مني، وأودع الدنيا وأستقبل الآخرة، هناك أريدك يا أبا، ويسويها أبو عبد الله، يجيك يا أحد، يجيك يا أحد.